حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف القس هاني عزيز، راعي الكنيسة الإنجيلية الوطنية ورئيس جمعية البيارق البيضاء. أهلا ومرحبا بك في نشرة أخبار الثامنة. ونسأل بداية عن انعكاسات إعلان جائزة الملك حمد في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وكيف تساهم في عكس جهود مملكة البحرين ونهجها في الانفتاح على العالم ونشر ثقافة التعايش بين الشعوب والأديان. في البداية بأرسل تحية خاصة لكل لحضراتكم ولكل المشاهدين. أهلا بك. وأحب جدا أني أنا أبدأ بهذه الجملة: ليس بالكلام وحده يحل السلام والتعايش، بل بكل عمل جاد وشاق يخرج من حماة السلام. وجلالة الملك المعظم مليكنا المحبوب دائما يفاجئنا بأمور رائعة جدا ترفع من شأن البحرين. والتسامح والتعايش هو في حضارتنا، في تاريخنا، فهو نتاج وميراث الأجداد للأبناء للأحفاد. وهذه الجائزة، جائزة جلالة الملك، هي تشجيع لكل شخص يسير على خطى التعايش. وفي مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي بنجد انه جلالة الملك فعلا ارسى التعايش السلمي والسلام في البحرين وفي بلاد الجوار، وانطلقت مسيرة التعايش والسلام من البحرين الى كل انحاء العالم. وبنجد فعلا أن هذه الجائزة تعزيز لمكانة البحرين وتأسيس لقيم نبيلة والمبادرة العظيمة من جلالة الملك في أحلك وقت يحتاجه العالم إلى السلام. ففي هناك حروب وشعوب متنحرة بينها وبين بعض وبينها وبين جيرانها، وهذه رسالة من البحرين من جلالة الملك لوقف العنف والحروب والجلوس معا للسلام والحوار البناء لنصل إلى الهدف، هدف التعايش معا في سلام وفي وئام. وهذه هي رسالة البحرين. نعم. هذا يقودني للسؤال عن هذه المبادرة، ليست الأولى، هي من بين عشرات المبادرات التي أطلقها جلالة الملك وانطلقت من مملكة البحرين في تعزيز ثقافة السلام والتعايش بين جميع الدول، لكن كيف ترسخ هذه المبادرة مع غيرها من المبادرات صورة مملكة البحرين أمام العالم أجمع؟ هو تحفيز الدول لخدمة السلام والتعايش. فهذه الجائزة وهذه المبادرة اللي دائما جلالة الملك زي ما قلت هو يفاجئنا دائما كل سنة بمبادرة جديدة لنشر روح التسامح والتعايش. فجلالة الملك ومركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي بيرسل إشعاع وشعاع للسلام والتعايش في بلاد الجوار وفي كل أنحاء العالم. فالآن أصبحت فعلا البحرين مثال حي يحتذى به في كل أنحاء العالم: بلد للتسامح، البحرين التسامح، البحرين السلام، البحرين قبول واحترام الآخر. وهي البحرين بهذه المبادرة الجديدة هي بتشجع كل شخص يسير على خطط عايش السلمي اللي البحرين رسمت مسيرة ورسمت طريق حقيقي لهذا التعايش السلمي. فكل بلد الآن تريد أن تكتسب، تريد أن تأخذ من خبرة البحرين ومن خبرة جلالة الملك لنشر روح السلام في بلادها وفي كل البلاد المجاورة. وأخيرا أختم أنه للبلاد المتناحرة معا، للبلاد اللي في حروب وعنف في البلد أو في الجوار، هذه هي رسالة من البحرين: طريق السلام، طريق التعايش، إن كان هو صعب لكن يمكن أن نصل إليه
كما وصلت إليه البحرين وتنشره في كل أنحاء العالم. شكرا جزيلا لك القس هاني عزيز راعي الكنيسة الإنجيلية الوطنية ورئيس جمعية البيارق البيضاء.